الحقيقة الوضع الإنساني بصعوبة شديدة جدا، ونحن نتحدث عن آلاف الشهداء وآلاف الجرحى. اليوم ما يقارب 360 شهيد في جميع أنحاء قطاع غزة أو ما يزيد. الاحتلال يعمل مجزرة في كل دقيقة. الاحتلال الحقيقة يعني فاق كل التصورات. هذا الاحتلال مسعور تعطش للدم الفلسطيني، فقتل ودمر بيوت، هدم بيوت على ساكنيها وما زال متعطشا. هذا الاحتلال للقتل. الوضع الإنساني، نحن نستقبل الشهداء فقط، نقوم بما نستطيع أن نقوم به، وهو أدنى أنواع الخدمات الطبية. فلا نستطيع أن نفعل شيء لإصابات الرأس، فيموتون أمام عيوننا. بعض الحالات نستطيع أن نتدخل بهم جراحيا بالقدر الذي نستطيعه. المفاضلة كبيرة ما بين عدد الشهداء وعدد المصابين، بحيث لا نستطيع أن نشتغل مع مصاب أكثر من ساعة فنتركه يموت، لأن هذه الساعة ممكن أن تنقذ حياة 10. لذلك الواقع الإنساني صعب جدا، لا يوجد وقود، لا يوجد مساعدات طبية، لا يوجد حبة دواء دخلت حتى الآن إلى مستشفياتنا في كمال عدوان والعودة والمعمداني. الحقيقة استهداف مباشر للكوادر الطبية، للأطقم الصحية كل لحظة. يعني يأتينا خبر. دكتور منير، هل تسمعني؟ نعم أسمعك. نعم. طيب دكتور منير، المستشفى كمال عدوان هو مستشفى صغير مقارنة بمستشفى الشفاء مثلا، ولكن على الرغم من ذلك يقع عليه عبء كبير في هذه المنطقة التي تشهد قصفا متواصلا ويقصده الآلاف من الجرحى ومن أيضا المئات من الشهداء. كيف يتدبر هذا المستشفى أمره في ظل هذا الوضع، في ظل عدم توفر الوقود وتوقف سيارات الإسعاف، وكذلك عدم وجود المستلزمات الطبية التي منعت إسرائيل وصولها إلى شمال قطاع غزة؟ نحن نبحث عن الوقود كما نبحث عن الإبرة في القش، ونحاول أن نجد حتى الوقود في السيارات، نضعه في المولدات. قبل يعني ساعات أصيبت منازل آل أبو عيطة وآل سليم وفي الفلوجة آل الدعور. لم نستطع أن نخرج سيارات الإسعاف لأنه لا يوجد وقود في سيارات الإسعاف، فأخذنا من المولد نفسه ما يقارب بكل سيارة 20 لتر، وذهبت السيارات لإنقاذ الناس. الواقع مرير جدا، الكلمات تعجز عن وصفه، والشهداء بالعشرات بالمجموعات. الاحتلال يريد القتل فقط يا سيدي الفاضل. لا نستطيع أن نفعل شيء إلا أن نكون مشارح. الآن المستشفيات عبارة عن مشارح تجمع جثث الشهداء. الخدمة الصحية لا نستطيع التدخل كثيرا، لأنه لابد من أجهزة طبية تشغلها مولدات كبيرة إذا أردت أن تستخدم السيتي سكان أو الام ار اي وتدخل جراحيا. هذا يحتاج مولدات ضخمة، لا يوجد دولار لهذه المولدات.